مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. تواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بالرواية السعودية بشأن مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي. وقالت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل إنها لا تقبل التفسير السعودي. وأضافت ميركل إن ما وصفتها بالأحداث المروعة التي تحيط بمقتل خاشقجي هي تحذير من أن الحريات الديمقراطية حول العالم تتعرض للهجوم عليها. يأتي هذا فيما استهجن نشطاء عرب وأوروبيون ما وصفوها بالفظاعات التي ترتكبها السعودية في كل من اليمن والبحرين وضد أبناء الشعب السعودي. وذلك في وقفة احتجاجية أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل. كما استنكر النشطاء ما قالوا إنه اغتيال السلطات السعودية الصحفي جمال خاشقجي، وانتقدوا ما اعتبروه صمتا أوروبيا حول الانتهاكات التي ترتكبها السعودية، وطلبوا الاتحاد الأوروبي بمقاطعة السعودية ووقف التعامل معها. وشجب المحتجون ما وصفوه بممارسات السعودية القمعية مثل اعتقال رجال الدين والعلماء والمدافعات عن حقوق المرأة والتسويق لصفقات تفرط في فلسطين، في إشارة ضمنية لما بات يعرف إعلاميا بصفقة القرن. هذا وطلبت منظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق مستقل في ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقالت في بيان لها إن نتائج التحقيق التي أعلنتها النيابة العامة السعودية ليست جديرة بالثقة، وأنها تمثل تدهورا جديدا في سجل حقوق الإنسان. كما طالب البيان بالكشف عن مكان جثة خاشقجي فور الإجراء تشريح بواسطة خبراء مستقلين وفقا للمعايير الدولية. ودعت منظمة العفو الدولية تركيا إلى أن تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إجراء تحقيق عاجل. وقالت إن إجراء تحقيق مستقل هو الضمان الوحيد ضد ما يبدو أنه محاولة سعودية للتبرئة أو محاولات من قبل حكومات أخرى لإغلاق القضية. وللحديث حول هذا الموضوع أرحب هنا بضيفي في الاستوديو دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسون واشنطن. شكرا جزيلا، مرحبا بك دكتور. وينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من أنقرة الأستاذ بلال سليمة، الباحث في قسم السياسة الخارجية بمركز سيتا بأنقرة. مرحبا بك أستاذ. وينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الأستاذ سلطان العبدلي، المحامي والحقوق السعودي. مرحبا بك. أبدأ بك الأستاذ سلطان العبدلي من لندن، كيف وجدت الرواية السعودية؟ كيف وجدت هذا التنديد الدولي العارم من رؤساء ودول ووزراء خارجية وهيئات حقوقية وإنسانية؟ ماذا يعني لك كمحام وحقوقي سعودي معني أولا بما جرى؟ أهلا وسهلا بكم أستاذ ومشاهدينا الضيوف الكرام. عموما القضية أو الرواية أو النسيج المهلهل الذي ذكرته الحكومة السعودية ليلة البارحة نسيج يستحيا من أن يذكر في قنوات محترمة أو حتى على أن يمد بمداد على صفحات من ورق، لأن مسرحية هزلية عبثية غبية. هذا وصفي له. هذا جانب. الجانب الآخر، لدينا ثلاثة جوانب في هذه القصة الدرامية التي البائسة التي نشروها: جانب أخلاقي وجانب سياسي وجانب قانوني. فأبدأ بالجانب الأخلاقي. الجانب الأخلاقي، ترامب حينما سأل الملك سلمان العاهل السعودي قال له إن قضية خاشقجي كيت وكيت وكيت، قال له الملك في النص قال له لا أدري ولم يعلم بهذه القضية أصلا. اثنين، بلومبرغ حينما سأل محمد بن سلمان قالت له إن خاشقجي دخل ولم يخرج حسب ما تقول التسريبات بين قوسين وبين معكوفتين. ما الذي قال محمد بن سلمان ولي العهد الإمبراطور ألكسندر؟ ما الذي قال؟ قال بالنص، قال خرج من القنصلية بعد 20 دقيقة أو ربما ساعة. عاد الجواب. ثالثا، المشترك الشريك في الجريمة الآخر شقيق بن سلمان سفير النظام السعودي في واشنطن قال كلمة واضحة، قال لا يمكن أن يكون هناك تعتيم داخل القنصلية ولا نعلم بذلك. هؤلاء يا سيدي هم من توجه لهم أصابع الجريمة. فهؤلاء، هذا الخلل الأخلاقي والجانب الأخلاقي وهو الكذب ما بين الملك وما بين ولي العهد والسفير في واشنطن. وهم من سلالة واحدة. هذا جانب. الجانب القانوني، نعم كلنا يعلم من بديهيات القانون أن هناك شيء في القانون يسمى الاختصاص المكاني. الاختصاص المكاني أي أن هؤلاء حينما ارتكبوا الجريمة، ولو افترضنا أنهم 18 أو مثلا وسعود القحطاني وزير الضباب الإلكتروني المستشار في الديوان الملكي الذي ذكر في تغريدة واضحة له
قال إنني لا أقدح من رأسي، وكلمة لا أقدح عنده معناها باللغة الفصيحة أي أنني لا أتصرف من عند نفسي بل أتصرف بناء على توجيهات كما يسميه سيده. نعم. فسلمان أو محمد بن سلمان. لدينا إشكال آخر من أيضا من الإشكالات القانونية لاختصاص المكان هذا، أنه يجب المحاكمة وتجب تسليم المتهمين لمن هم في قضايا جنائية إلى الأرض التي وقعت فيها الإشكالية أو الجريمة. هذا جانب. لدينا أيضا هناك مخططون لكل جريمة، وهناك ممولون، وهناك منفذون. أستاذ سلطان، الآن محمد بن سلمان جعل كبش الفداء اللواء أحمد عسير اللي هو الناطق باسم قوات التحالف التي تدمر اليمن ونائب رئيس الاستخبارات. أستاذ سلطان العبدلي، أرجو أن تبقى معي. المحامي الحقوقي السعودي في لندن، سنأتي ربما إلى الزاوية التي أثرتها ثانية. نبقى إذا سمحت لي دكتور محمد الشرقاوي، هذا السيناريو يبدو كأننا أمام فيلم هوليودي، المخرج بشكل والمصور بشكل والوزير الخارجية الأمريكي بشكل وترامب بشكل. هذا السيناريو الذي قدمته السعودية مفضوحا أمام العالم. في آخر الأخبار فرنسا تدين بأشد العبارات، ميركل كل العالم يدين. كيف ستقابل السعودية العالم بهذا الوجه الذي يقدم هذا الشكل من الإخراج الفاشل جدا والاعتراف الناقص كما وصفه البعض؟ سمعنا أكثر من رواية أو سردية سعودية، كانت رواية النفي أنه ليست هناك أي مسؤولية وأن خاشقجي غادر القنصلية، ثم أصبحنا الآن نسمع أن هناك تحقيق وهناك اعتقال 18 من السعوديين، وبالتالي الاستغناء عن خدمات 2 من كبار الشخصيات السعودية. نعم. فيبدو لي أن مثل هذه الحبكة غير المنطقية تطرح سؤال كبير، من يهندسها في الرياض؟ هل هو الملك سلمان ومستشاره المقربين، أم أن هذا من بنات أفكار محمد بن وهل محمد لذلك دكتور علاقة بزيارة وزير الخارجية؟ هل لذلك علاقة بترامب والتصريحات؟ بدليل أن ترامب مقتنع بالرواية. نعم، إذا قرأنا القرائن في غياب الأدلة القطعية يبدو أن الملك سلمان لم يكن في علمه ما حدث، وكان محمد بن سلمان ومساعده هم من يدورون المسرحية. لكن أعتقد أن الملك سلمان لم يعرف بالقضية إلا منذ 3 أيام، ولذلك لاحظنا الآن ما يبدو أنه حركة تصحيحية أو محاولة احتواء الموقف لعل وعسى ألا نضع أنفسنا أمام ورطة في أعين العالم. فأعتقد هذه الرواية أن هناك تحقيق وأن ربما خاشقجي قتل بطريق الخطأ لا تستقيم مع واقع الحال، لأن من حضر القنصلية كان معه منشار وكان معه إبرة. فالمسألة مدبرة منذ أسابيع، لم نقل منذ فترة طويلة. الآن أعتقد السؤال الآخر هو، هل يعتقد السعوديون أن مثل هذه الرواية أو هذه السردية الضعيفة دون حبكة منطقية هل سوف يقبلها الرأي العام وهل سيقبلها الكونغرس الآن الذي أصبح أعضاؤه يهددون بوقف التعامل مع السعودية وأن فرنسا الآن لا تريد التعامل الدبلوماسي؟ فيبدو أن السعودية الآن في ورطة من أمرها، في عزلة سياسية ودبلوماسية فقط. لم نتحرك بعد باتجاه هل هناك عقوبات اقتصادية، هل هناك منع السعودية بل من بل أكثر من ذلك دكتور إذا سمحت لي، هناك مطالبة واضحة من خلال ما قاله نائب رئيس حزب العدالة، لا ينبغي تبرئة ساحة العائلات الحاكمة في السعودية. وهذا سؤال أطرحه على، أرحب بالأستاذ بلال سليمة الباحث في قسم السياسة الخارجية بمركز سيتا بأنقرة. مرحبا أستاذ بلال. نائب رئيس حزب العدالة قال لا ينبغي تبرئة ساحة العائلات الحاكمة في تركيا، وهو يقصد ما يقول هذا القول التركي علنا ومن خلال نائب رئيس حركة العدالة أو حزب العدالة. ماذا يعني الآن بموازاة التحقيقات والاعترافات والإدانات الدولية؟ بداية، البيان الذي أصدرته الجهات السعودية في الأمس جاء متأخرا جدا ودون المستوى المتوقع، على الرغم من أنه يمثل نقلة نوعية 180 درجة في الرواية السعودية، من رواية الإنكار إلى محاولة التغطية عن بعض المسؤولين السياسيين المسؤولين مباشرة وتقديم بعض القرابين للرأي العام العالمي. الجانب التركي عبر التصريحات سواء التي أشرت إليها عبر تصريحات نعمان كورتولمش نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، أم عبر التصريحات
التصريحات التي أدلى بها الناطق باسم الحزب عمر تشيليك، والذي قال بشكل مباشر أن الجهات التركية سوف تستمر بالعمل التحقيقي والجنائي حتى تكتشف الحقيقة، وسوف تشارك هذه الحقيقة مع الرأي العام العالمي بكل شفافية. يبدو أن الجانب التركي سوف يدفع أكثر باتجاه كشف حقائق ما جرى بشكل تفصيلي أكثر، خاصة أن البيان الذي نشرته الجهات السعودية لم يكن بيان حقيقة يشبع رغبة الرأي العام بمعرفة حقيقة ما جرى، ويحمل الكثير من الثغرات. وأعتقد أن البيان الذي أخرجته الجهات السعودية هو فقط نقل السؤال من أين جمال إلى أين جثة جمال، بمعنى أن الحقيقة لم تكتشف بعد بشكل واضح. كما أن الطرف التركي منذ اليوم الأول، لعلنا نذكر هنا السادة المشاهدين وحضراتكم، أن الطرف التركي منذ اليوم الأول كان حريصا على كشف حقائق هذه الجريمة التي تمثل اختراقا للسيادة التركية من جهة، وتمثل أيضا مساس بحقوق الإنسان وبالمنظومة الدولية بشكل عام. الطرف التركي كان له تحرك على مسارين، هو حريص على بقاء التعاون مع المملكة العربية السعودية وتواصل القنوات الدبلوماسية وإبقاء شعرة معاوية إنجاز التعبير، وكان هذا طبعا يمثله التعاون المشترك الذي أشار إليه الناطق باسم الحزب عمر تشيليك، لكن هو أشار أيضا إلى أن تركيا لديها تحقيقها الخاص الذي يقوده المدعي العام في اسطنبول، والذي ما زال مستمرا الآن، ولعل البحث الآن يتم عن بقايا جثة جمال خاشقجي، والتي يقال أنها دفنت في بعض ضواحي أو غابات المحيطة في اسطنبول. أعتقد أن الطرف التركي سوف يدفع بالتحقيقات أكثر باتجاه كشف الحقائق أكثر، وباتجاه تحمل المسؤولين الحقيقيين لهذه الجريمة، وخاصة أن البيان الذي أطلقته الجهات الرسمية السعودية رغم أنه يمثل نقلة نوعية إلا أنه متأخر جدا، وأيضا هو لا يشفي غليل الرأي العام العالمي. وأعتقد هناك أمر مهم جدا يجب على صانع الرأي في صانع القرار في المملكة العربية السعودية أن يدركه، أن هناك الآن رأي عام عالمي يطالب بكشف الحقيقة، وهذا الرأي العام العالمي لا يضغط فقط على السعودية، هو يضغط أيضا على تركيا. نعم أستاذ سلطان عبد اللي في لندن، كما قال الأستاذ بلال، هناك ضغط دولي عالمي، ولكن هناك أيضا خبر وصل اليوم في شبيغل الألمانية، والخبر منقول عن مصادر في FBI يقول إن بن سلمان أراد أن يكون مقتل خاشقجي وحشيا ومرعبا، مقابل اعتراف السعودية من خلال هذا البيان الناقص بالقتل الذي تم من جهات سعودية. ماذا يعني أن تقول FBI هذا؟ أليس الأمر مفضوحا كما يقال؟ الرياض طبعا كما ذكر ترامب أن هناك موكدي وبومبي معروف كان يعمل أين قبل وزارة الخارجية، هو جاء ليعطي بن سلمان ويتفق على السيناريو الذي سيخرجون به من هذه الورطة والمأزق الذي يوظف فيه ترامب أمريكا وقوة أمريكا لخدمته الذاتية الشخصية، لأن معروف بن سلمان يبتزه، وقد ذكر هذا التغريدة المعلومة مجتهد الحساب الشهير من قبل، وقد ذكر ذلك لأنه بن سلمان يبتز ترامب لأنه يقول لديه أعطاه مليار دولار كاش تقريبا كشيء شخصي، فكأنه يضغط عليه بهذا أنه يفضل شأنه الشخصي على أمريكا، هذا جانب. فبومبي جاء ليعطيه السيناريو الذي ممكن، وذكر له أنه يجب أن تضحي بهذين الرجلين العسيري وسعود القحطاني. لماذا؟ لأنه نيويورك تايمز أظن جاءت عرضا أو ذكرت أن العسيري هو مسؤول ملف الاغتيالات في الاستخبارات السعودية، مع انه الناطق باسم التحالف الشرعي يسموه اليمن في حرب على اليمن، وايضا سعود القحطاني لانه مدير مركز الامن السبراني المختص او المتخصص في الذباب الالكتروني ونقد المعارضين و ما الى ذلك من السرهات التي يعني يقودها سعود القحطاني. امر اخر مهم جدا، السؤال المهم، دع عنك الخلل الاخلاقي والقانوني والسياسي، لماذا لم يتم يعني او اعتراف رئيس الاستخبارات نفسه خالد الحميدان؟ لماذا لم يتم وعفي احمد عسير اللواء؟ هذا جانب. الجانب الاخر، لماذا يعفى سعود القحطاني؟ ان هذين يا شيخ يعني عباره عن كبشي فداء يجب، وشخصيتين ثقيلتين في منصبهما يجب ان يقدمهم النظام السعودي حتى يرضي العالم، ولكن لن يرضيه. لماذا؟
لأنه كما ذكرنا يجب، إذا قلت أن هناك 18 فردا يجب أن يسلموا للإدعاء التركي للحكومة التركية، لأن هذا حدث على 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 السيادة، اعتداء على السيادة التركية. وأما قوله حينما يقول لا هي أرض سعودية كما يصرح من نكات القرن هذا اليوم، يصرح وزير العدل السعودي الذي هو من جلساء بن سلمان وجلساء سلمان من قبل وليد الصمعاني، يقول إن المملكة قضاؤها مستقل وإنه سنحاسب هؤلاء الذين المعتدين على خاشقجي. سبحان الله العظيم، أمس كانوا ينكروا هذه القضية كلها بقمتها ويقولون الرجل خرج، كلهم بجوقتهم وإعلامهم ومشايخهم ودعاتهم وإمة الحرمين فيهم، الآن أصبحوا يقرون ويقولون نحن سنحاسبهم. أنتم يا سيدي كقضاء سعودي وكسلطات سعودية، كيف أنت هذا هؤلاء الناس 18 هم يحتلون مناصب كبرى في الدولة، فكيف أنت الدولة تحاكم نفسك؟ على حد قول المتنبي، يا أعدل الناس إلا في محاكمتي فيك الخصام وأنت خصم الحاكم. كيف سيحاكمون أنفسهم؟ وأنا أقول لك إنما جاءت لصاحب سعود القحطاني، وهو كما ذكر بعض المشاهدين له في الاستراحة مع أو بيت الشعر وفي الخيام مع محمد بن سلمان يسمرون سوى الليلة، وطيح فقط باسمه وإلا سيتولى الأمر المركز الأمن التبراني، وهو كم لكن لامتصاص الغضب العالم الذي حدث. نعم. هذا يا سيدي لن تنطلي على العالم، هذه اللغة الغبية، اللغة الساذجة التي يترفع عنها طلاب المرحلة الابتدائية لن تنطلي على العالم. العالم كله، ونعلم ألمانيا بماذا ردت، قالت لا يمكن. رئيس لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم يقول إنه لا يجوز لأمريكا أن تكون تغطية لمقتل أو جريمة مقتل خاشقجي. نعم. العالم كله أصبح يعي. ترامب الآن يعيش في مأزق ما بينه وبين بن سلمان وبين الكونغرس والسي آي آي ضده. فلذلك نقول إن يوم بن سلمان اقترب، وهذه الحيلة الغبية الساذجة لن تنفعه لا في حاضر الزمن ولا في مستقبله. شكرا جزيلا لك من لندن الأستاذ سلطان العبدلي المحامي والحقوقي السعودي. مشاهدين الكرام، وفي خبر عاجل، الاتحاد الأوروبي يعتبر أن مقتل خاشقجي بهذه الكيفية يعتبر انتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. إذا بدأت من هذا الخبر، الآن هناك مراجعات أوروبية في القوانين الدولية في حقوق الإنسان، في أيضا مسألة القنصلية، وهو ما تتحجج به السعودية بين قوسين. حتى وزير العدل السعودي صرح قبل ساعات من أن الأمر وقع على أرض سعودية وأن الأمر سيذهب إلى القضاء السعودي. الاتحاد الأوروبي بهذا الشكل، ما هي تبعات ذلك على المملكة؟ يبدو أن السعودية الآن تحاول أن تشدد على مبدأ السيادة الذي يضمنه القانون الدولي، والذي لا يمكن لأي منظمة دولية ولا لأي دولة أخرى أن تنتكه. وهذا كان هو سبب الخلاف الذي أجل وصول المحققين الأتراك إلى داخل القنصلية. أنا أتفق مع الأستاذ سلطان في ضرورة توسيع رقعة المساءلة والتحقيق مع شخصيات أخرى، لكن لا أتفق معه في فكرة تسليم هؤلاء إلى المحققين الأتراك. أنا أعتقد كنت هنا في اليوم الثالث من اختفاء بعد اختفاء خاشقجي، أقول مرة أخرى إنه ينبغي، إذا كانت السعودية تؤمن بأن ليس لديها ما تخفي، وإذا كان الأتراك يريدون حقيقة التوصل إلى نهاية لهذه المشكلة، أن ينتقل التحقيق إلى فريق دولي تعينه الأمم المتحدة، يأتي من جنيف أو من نيويورك، على أساس أننا الآن نخرج من هذا الجدل. وهذا ما تطالب به كثير من المنظمات الحقوقية الدولية الآن، هيوم الرايتس وغيرها. نعم. لكن المشكلة أن الأمم المتحدة لا تستطيع أن تفرض هذا، هي تنتظر أن تأتي دعوة من السعودية أو من تركيا بأن يرسل هذا الفريق الدولي لمعاينة الأدلة وما تبقى منها إن لم تكن قد تلوثت بالكامل داخل القنصلية في إسطنبول وأيضا داخل القنصل السعودي. فما لم نرى هذا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سعودي تركي على توجيه الدعوة للأمم المتحدة، أعتقد ربما تصريحات نائب رئيس العدالة لا ينبغي السكوت على الأسرة الحاكمة في مقتل خاشقجي، ربما سيجر هذا الخيط إلى خيوط أخرى. إلى واشنطن الآن ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن الدكتور خليل جهشان، المدير التنفيذي للمركز العربي في واشنطن. دكتور خليل، مرحبا بكم. كيف يفسر هذا القبول السريع، التوافق مع الرواية السعودية من خلال الرئيس ترامب، وما هي تداعيات ذلك مع الكونغرس، مع المعارضة، مع الرأي العام الأمريكي الذي يقف ضد السعودية ويقف ضد مواقف ترامب في هذه التصريحات؟
هناك تفسير واحد في الواقع لهذه الظاهرة، وهو مصالح سياسية، بمعنى أن قرار الإدارة خصوصا ترامب شخصيا قراره يعتمد على مفهومه لمصالح الولايات المتحدة بالنسبة للعلاقة الثنائية بين واشنطن والرياض، إضافة إلى ربما مصالحه الشخصية. وطبعا هذا موضوع آخر نوعا ما بعيد عن الأزمة اليوم. موقف الإدارة الذي سمعناه من ترامب بصراحة هو جزء من التناقضات المستمرة في موقف الولايات المتحدة منذ بداية هذه الأزمة. يعني أصبحنا نراقب هذه الإدارة وكأنها مثل حالة الطقس في لندن، إذا لم يعجبك الطقس انتظر 5 دقائق، فكل 5 دقائق يتغير الموقف. سمعنا إدانة في اليوم الأول من التصريحات الأمريكية لأن هذا حادث خطير ومهم وكذا من قبل ترامب شخصيا، نعم. وبعد دقائق بدأ يقول أو يتخوف من إمكانية اتخاذ أي خطوة عملية في مجابهة نعم. الموضوع. فيوم هو يريد أن يدين هذا التصرف، وفي اليوم الثاني نعم. يتصرف وكأنه محامي دفاع نعم. الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجريمة، إن كانوا أفراد أو مجموعة أو دولة. دكتور خليل، هذا التغير في الطقس هو يشبه تماما هذا التغير في التغريدات، وقد ألمحت بمعنى الرمزي، هذه التغريدات التي تكشف وتفضح ترامب كيف تؤثر سلبا، كيف تفتح فجوة الخلاف مع شخصيات أمريكية في الكونغرس، في المعارضة، مع حقوق الإنسان، مع أكبر دولة في العالم ترعى حقوق الإنسان وتقول أنها تفعل ذلك وأنها تؤيد معاني التحقيق، معاني الإنسانية، معاني الروح الإنسانية وحقوق الإنسان؟ لا شك أن هذا التذبذب في المواقف يؤثر على مصداقية الإدارة ومصداقية البلد ككل. الولايات المتحدة الأمريكية، وهي طبعا مصداقيتها أهم من مصداقية الرئيس شخصيا أو مصداقية الإدارة نفسها. ثانيا، يعني هذا البعد، موضوع المصداقية في الواقع له بعدان، يعني بعد داخلي وبعد خارجي، ولا يمكن التفرقة بينهما يعني بشكل صريح وواضح. عندما يتكلم بدون مصداقية رئيس الولايات المتحدة، لا شك أنه يثير تساؤلات كثيرة داخل الولايات المتحدة كما يثير خارجها. الكونغرس على سبيل المثال في بداية هذه الأزمة كان هناك بدون أي شك انتقادات للمملكة العربية السعودية، أغلبها نوعا ما موجود بشكل مكثف في الشق، يعني من ناحية الأقلية الديمقراطية داخل مجلسي الكونغرس، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وخصوصا يعني هذه المعارضة ركزت على انتهاكات حقوق الإنسان بالنسبة للحرب في اليمن. الآن تصريحات الرئيس وتذبذب المواقف الأمريكية أدى في الواقع إلى توسيع، يعني أضر بالعلاقات الأمريكية السعودية بشكل ربما غير مباشر وربما غير مقصود. أولا، هذه الشريحة في الكونغرس ازدادت بشكل ملحوظ، لم تعد محصورة في عضوية يعني المعارضة الديمقراطية، إنما انتشرت الآن بين أعضاء الحزب الحاكم، أعضاء الجمهوريين الذين حتى جزء منهم من أقرب المقربين لترامب بدأوا يتحدثوا في الواقع ليس فقط عن إدانة ما جرى وربما توجيه تهم غير مباشرة لشخصيات في الحكم في أو جزء من الحكم في المملكة العربية السعودية، إنما بدأوا يتدخلوا حتى في أمور سعودية داخلية، تغيير النظام نفسه. فهذا تطور خطير أولا، وتطور ناجم عن هذا التذبذب في السياسي. نعم طبعا، ولذلك تأثيرات ربما كثيرة على النظام، على الحكم في السعودية وعلى ولي العهد نفسه. الأستاذ بلال، في أنقرة مصادر تركية قالت من أن الفريق السعودي يتعاون معنا للوصول إلى بقايا جثة خاشقجي، يعني أن السعودية تعرف بعد 18 يوما أن الرجل قتل في السفارة، وأن المنشار قص أعضاءه، وأن الجثة معلومة لدى الجهات السعودية، أليس كذلك؟
حقيقة بالنسبة للتصريحات التركية فيما يتعلق بالتعاون مع الجهات السعودية، أنا أعتقد أنها تأتي في سياق المحافظة على جزء من قنوات التواصل بين تركيا والمملكة العربية السعودية، وهذا طبعا يأتي ضمن السياسة التي اتخذتها تركيا والتي اتبعتها منذ بداية الأزمة للتعامل مع هذه القضية على شقين. على الشق السياسي كانت حريصة تركيا على الحفاظ على تواصل مع المملكة العربية السعودية، وأنا أعتقد أن الحديث عن تعاون مشترك بين الطرفين خاصة في مجال التحقيق هو يأتي في هذا السياق، وأيضا لكن على الجانب الآخر هناك أيضا سعي تركي لكشف الحقائق، وأعتقد التصريحات التي أشرت إليها قبل قليل، تصريحات نعمان كورتلمش وتصريحات عمر تشيلك، هي تشير إلى هذا، إلى هذه المسار، إلى هذين المسارين المتوازيين التي اتبعتها الجهات التركية. من جهة هي تشكر وتثمن التعاون الرسمي السعودي، وهذا طبعا يأتي في سياق متوازي أيضا مع التصريحات السياسية والدبلوماسية التي جاءت من كافة المسؤولين الأتراك على رأسهم رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، والذين تجنبوا توجيه أي اتهام مباشر للمملكة العربية السعودية، تقديرا للعلاقات بين الطرفين والحفاظ ولأهمية الحفاظ على هذه العلاقات. لكن من جانب آخر هناك عمل إعلامي عبر تسريبات إعلامية بشكل مباشر تهدف إلى تشكيل ضغط على المملكة العربية السعودية من جهة، وعلى الرأي العام العالمي وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى يكون هناك موقف ومناخ عالمي يقف خلف تركيا في سعيها لكشف هذه التركي في الجانب التحقيقي والجنائي. هو حقيقة بغض النظر عن التصريحات الدبلوماسية التي قد أشرتم إليها، لكن إذا تذكرنا نحن أن السعودية في البداية لم ترسل فريق التحقيق إلا في السادس من الشهر، أي تقريبا بعد 4 أيام من الحادثة. هذا على جانب. على جانب آخر هم تلكوا أيضا في فتح القنصلية، وحتى في تحديدا فتح بيت السفير، بيت القنصل ومكان إقامة القنصل في اسطنبول، توجه فريق التحقيق في اليوم الأول، هم لم يفتحوا القنصلية، توجهوا في اليوم الثاني، وكان هناك وفي اليوم الثاني فتحوا طبعاً القنصلية، بيت القنصل عفوا، لفريق التحقيق التركي بعد يوم طبعا من المغادرة المفاجئة للقنصل السعودي محمد العتيبي إلى المملكة. طبعا هذا التلكؤ كان واضحا أن الرياض كانت تبحث عن مخرج، وقد بدأ صناعة سيناريو أو مخرج عندما وصل وزير الخارجية الأمريكي إلى الرياض. نعم. دكتور محمد، يعني وزير خارجية بلجيكا، أرجو أن تبقى معي أستاذ بلال، السؤال الآن إلى ضيفي في الأستاذ دكتور محمد. دكتور محمد، هذه التصريحات رئيس الوزراء الدنمارك، الخارجية الفرنسية الأمريكية، يعني هذا القول كأن العالم يقول للسعودية على من تقرأ زبورك يا بن سلمان، يعني ما هي التداعيات ذلك والمواقف التي ستقوم بها الحكومات والجهات الرسمية في دول أوروبية تحترم حقوق الإنسان وتدين السعودية؟ ما مآلة ذلك؟ كيف سيتصرف الاتحاد الأوروبي، الدول الأوروبية مع السعودية؟ يبدو أن الرأس المال السياسي الذي كان للسعودية خاصة عندما ظهر محمد بن سلمان يرفع لواء الانفتاح والحداثة وعصر تنوير على طريقته، ربما قد أثار شهية بعض الأوساط الليبرالية في أوروبا وفي الغرب. لكن عندما نجمع مجموعة من الخطايا، بدأت بتعامله مع رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، ثم قضية تعامله مع بعض الأثرياء السعوديين، تعثرات حرب اليمن، تعثر صفقة أرامكو وما إلى ذلك، فأصبحت هناك تراكمات تجعل الرأي العام وردوا عليه بصريح العبارة الليبراليون لا يقتلون. لا يقتلون. فالآن أعتقد هذه مرحلة تقييم، هل العلاقات السعودية مع الدول الأوروبية والدول الغربية بشكل عام هل هي نعمة أم نقمة؟ بمعنى أن هناك الآن عملية موازنة بين ما يمكن أن نحتفظ به كعلاقة تاريخية، كعلاقة اقتصادية استثمارية، لكن أيضا كيف أن نبتعد أو ندفع السعودية باتجاه غير الذي يدفع به محمد بن سلمان. فأعتقد أن هناك دول وحكومات وحتى القطاع الخاص يرغب في مواصلة التعامل مع السعودية، لكن لا يريد أن تكون السعودية
بتحت أمرة محمد بن سلمان. ألا تتعارض هذه الرغبات الاقتصادية البراغماتية مع المال السعودي، مع مثلا ما تقوله الخارجية البريطانية من أنها ستدرس ذلك وتمثل مشروع وتدعو إلى محاسبة المسؤولين عن القتلة؟ يعني هناك اتفاق في الرأي العام في التصريحات التي تكذب ما قالته السعودية، ولكن هناك مطالبة بمحاسبة المسؤولين. ألا يجرجر هذا القتلة إلى محكمة الجنايات الدولية مثلا قريبا مستقبلا؟ أعتقد أن المسار القانوني قد يكبر ويزداد الأصوات المطالبة به، خاصة عند مؤسسات المجتمع المدني والرأي العام. لكن السؤال هو كيف يصبح هذا الرأي العام جزء من السياسة العامة لدى هذه الدول؟ وأعتقد أن أوروبا الآن هي ترقب ما يحدث في أنقرة وما حدث في أنقرة وما يحدث الآن في الرياض، لكن أيضا عينها على ترامب. وأعتقد أن موقف ترامب يبقى نقطة محورية، بمعنى هل نبني على تنديده بما فعلت السعودية، بما فعل محمد بن سلمان، أم نراعي أيضا أنه حريص على صفقة 110 مليارات دولار؟ فهنا أعتقد أوروبا تحتاج إلى دور أمريكي يقف معها فيما يعرف بالمورال بوليتكس أو سياسة القيم. لكن في نفس الوقت هي أيضا تتخوف من واقعية ترامب، لأنه يحاول أن يوفر الغطاء الدبلوماسي وربما حتى الغطاء القانوني إذا اتجهت المسألة في اتجاه معاقبة بعض الشخصيات. دعني أسأل في هذا السؤال دكتور محمد جميل، ما انتهيت إليه، دكتور خليل جهشان في واشنطن، هل أمام هذه السياسة سياسة القيم التي يحاول ترامب أن يعني عين ترامب على المالي وعلى القيم الإنسانية كما يحاول أن يبدو أمام ناخبيه أو منتخب، هل يفلح ترامب بالتوفيق من أنه ينقذ الأمير أو ولي العهد السعودي ويرضي أيضا الأطراف الرافضة لهذا التوجه؟ أحد السيناتورات قال من أن السعودية أفلحت في أن تحول الرئيس الأمريكي إلى يعني موظف عندها. لا أعتقد هذا، يعني الرئيس ترامب لن ينجح في المصالحة بين هذا الجدال القديم في الواقع في الولايات المتحدة، ربما بدأ منذ بداية هذه الجمهورية، بين شق المصالح من ناحية ما يسمى بالمصالح الوطنية، ومن ناحية أخرى شق القيم أو الشق الأخلاقي للسياسات الأمريكية. طبعا كان في الماضي ربما نجح بعض الرؤساء أو بعض الإدارات نسبيا أو بشكل جزئي في المصالحة، ولكن عدم التخلص من هذه الأزمة يثبت أنها أزمة أبدية. هذه الأزمة لن تتخلص منها الولايات المتحدة ما دامت دولة عظمى وما دامت أيضا دولة رأسمالية. هذا جزء من طبيعة هذا النظام. فالمشكلة ليست ترامبية بالأساس وليست من صنع ترامب، ولكن هو يعني من حظه أنه يرأس الولايات المتحدة. نعم. حاليا في ظل أزمة من هذا النوع، وعليه أن يتعامل معها بشكل فاعل، وهذا ليس بالأمر العين. شكرا جزيلا لك دكتور خليل جهشان المدير التنفيذي للمركز العربي في واشنطن، شكرا على هذه المشاركة. إلى الأستاذ بلال في أنقرة. أستاذ بلال، منظمة العفو الدولية تقول إن نتائج التحقيق بشأن خاشقجي تمثل تدهورا في سجل حقوق الإنسان، سجل حقوق الإنسان السعودي، يعني العلماء والمفكرون والصحفيون والمغردون كثر في السجون السعودية، انتهاء بهذا التقطيع بالمنشار الذي يذكرنا في الثقافة العربية بما حدث لصاحب كليل ودمنة ابن المقفع. ماذا تعني هذه الإدانة السعودية في موضوع ملف حقوق الإنسان والتدهور؟ في الحقيقة فإن هذه الأزمة، مقتل جمال خاشقجي، مثلت فرصة لكل المنظمات الدولية لإعادة تسليط الضوء من جديد على مسألة حقوق الإنسان في المملكة. من المؤكد أن هذه المسألة، مسألة حقوق الإنسان والحريات بشكل عام، كانت مسألة دائما تطرح على ملفات البحث من قبل المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، لكن الصورة الجديدة التي حاول محمد بن سلمان رسمها للرأي العام عبر صورة ليبرالية والإسلام المعتدل الجديد وصورة جديدة للمملكة غطت
مرحليا على هذه الصورة وعلى هذا الصورة النمطية التي كانت ترسم للمملكة عموما من قبل مؤسسات حقوق الإنسان. ما حدث فعليا أن هذه الجريمة قد أنهت كل المساعي وكل الحملات التي صرفت وكل ملايين الدولارات التي صرفت على تحسين صورة المملكة وعادت الصورة النمطية من جديد، خاصة مع السياسات المتهورة التي اتبعتها المملكة تحت قيادة محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، بدءا من حرب اليمن والتي الآن هي حرب استنزاف لم تنتهي إلى النتائج المرجوة على الصعيد السياسي من قبل المملكة العربية السعودية، وعلى العكس من ذلك أدت إلى نتائج إنسانية كبيرة، أو السياسات المتهورة عبر الأزمة مع قطر والتي أيضا لم تكن ناجحة سياسية، ولم وأيضا الأزمة مع كندا وحتى اختطاف رفيق الحريري. فبالتالي هذه الأزمة التي حدثت مقتل جمال خاشقجي وسوء التصرف من قبل المملكة العربية السعودية، أنا أعتقد بغض النظر عن الجانب الإنساني والأخلاقي في التعامل مع قضية مقتل مواطن سعودي، أعتقد أن هناك كان سوء في إدارة هذه الأزمة على الصعيد السياسي والصعيد الإعلامي. ولعل كافة المشاهدين وحضراتكم تابعتم كيف كان هناك ارتباك في المشهد السعودي، غياب كامل لرأس الدبلوماسية السعودية عادل الجبير عن المشهد، وانتقال بالروايات من حالة الإنكار إلى الاتهام إلى محاولة تغطية عبر تقديم بعض القرابين. فبالتالي أنا أعتقد أن هذه الأزمة هي تمثل مرحلة جديدة مسحت كل الصور التي حاولت سابقا المملكة تحت قيادة محمد بن سلمان رسمها عن الصورة الجديدة. شكرا. وعن دافوس الصحراء وعن الصورة الجديدة للمملكة وعادت الصورة النمطية من جديد. شكرا جزيلا لك الأستاذ بلال سليمة الباحث في قسم السياسة الخارجية بمركز سيتا بأنقرة، شكرا جزيلا لك. في خبر عاجل، وزير خارجية ألمانيا يقول لا يجب أن نوافق على بيع السلاح للسعودية قبل اكتمال تحقيقات خاشقجي. في سياق هذا، تركي الحمد الكاتب والمثقف السعودي شرع في توجيه سهامه إلى قطر متهما إياها بالوقوف خلف جريمة مقتل جمال خاشقجي. ذهب تركي في اتهامه لقطر مذهبا بعيدا حين قال إن ثبت تورط قطر في هذا الموضوع تنتفي عنها صفة الدولة، الدولة لا تمارس أعمال العصابات على حد تعبيره. نتابع ثم نستكمل النقاش، ابقوا معنا. لو ثبت فعليا تورط قطر في هذا الأمر خلاص تنتفي عنها صفة الدولة. الدولة لا تمارس أعمال عصابات، هذه أعمال مافيا، ما هي أعمال دولة، أعمال مافيا. مافيا تتخلص من أعدائها بهذا الشكل، اغتيال اختطاف عفوا إلى آخره، فتنتفي صفتها كدولة وتتحول إلى عصابة تحكم دولة، تحكم شعب إذا ثبت ذلك. وينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة دكتور عبد الله بن حمد العذبة رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية. أستاذ عبد الله مرحبا بك. في أي خانة، في أي سياق تضع هذا التصريح من هذا الكاتب السعودي كما سمعت؟ أنا أتفق مع الدكتور تركي الحمد، فهو مفكر كبير، وأتفق مع كل ما ذهب إليه. الآن سنرفع اسم قطر ونضع اسم السعودية. الآن السعودية بحسب تعريف الدكتور المفكر الكبير الدكتور تركي الحمد أصبحت عبارة عن عصابة مافيا تخطط لاختطاف ثم تقوم باغتيال الشهيد جمال خاشقجي في قنصليتها، وبذلك هي تنتهك أبسط قواعد تصرفات الدول، إضافة إلى أنها انتهكت اتفاقية فيينا التي تضع حصانة دبلوماسية على الممثليات الدبلوماسية للدول. وأنا أدعو من منبر الجزيرة مباشر الآن إلى رفع الحصانة عن كافة ممثليات السعودية، لأن الأمير محمد بن سلمان رجل غير متزن ويقوم بأعمال عصابات وقتل وإرهاب، وهذا إرهاب الدولة الذي مارسته السعودية تجاه أخي الكبير وأستاذي وصديقي جمال خاشقجي رحمة الله عليه. ولا يمكن اليوم أن تبقى ممثليات السعودية في ظل حكم محمد بن سلمان تتمتع بالحصانة الدبلوماسية، أنها أصبحت أوكار لممارسات القتل والتعذيب الوحشي.
أستاذ عبد الله، يعني يتذكر المشاهد العربي، المواطن العربي، أن سوء التصرف بين قوسين كما يعرف عن السعودية في موقفها في حصارها لقطر آنذاك، رفعت هذه الظلال، رفع هذا السيف، سيف الإرهاب الذي حاولت السعودية والدول معها تسليطه على سيف قطر. كيف يمكن أن نسمي من يقتل في قنصليته مواطنا سعوديا ثم يقسم جسده بالمشار؟ أي صفة نجده؟ هل هذا هو الإرهاب؟ حقيقة ما فعلته السعودية بقيادة الأمير محمد بن سلمان وبتوجيهات مباشرة من ولي عهد إمارة أبوظبي الذي ستكشف الأيام ضلوعه في عملية اغتيال الأستاذ جمال خاشقجي، خصوصا وأن إحدى الطائرات أتت من البلاد التي يحكمها. وهذا يثبت بأن ما تقوم به الرياض بقيادة محمد بن سلمان ولي عهد ما يعرف بالسعودية يضع السعودية الآن كدولة إرهابية. تعاني اليوم السعودية من عزلة دولية بعد مقتل الشهيد جمال خاشقجي في قنصليتها. تعرف الآن أن كبار دول الاتحاد الأوروبي علقوا جميع زياراتهم السياسية إلى السعودية بسبب تملص محمد بن سلمان من الإقرار بالجريمة التي ارتكبها وهي مقتل جمال خاشقجي، ولا ينطلي على أي صغير أو كبير بأن المقربين جدا من محمد بن سلمان قاموا بهذه العملية بمعزل عنه. أنا أخشى ما أخشى أنهم قطعوا رأسه وذهبوا به إليه كما كان يفعل مع القياصرة في غابر الزمان. نحن الآن يعني نخشى على أشقائنا المواطنين السعوديين من زيارة القنصليات السعودية. وأنا أدعو كندا والدول الأوروبية وأمريكا إلى منح المعارضين السعوديين حق اللجوء السياسي، لأن ذهابهم إلى الممثليات الدبلوماسية التي تستخدم كغرف قتل وتبثيل بالجثث كما تفعل داعش هي خطر كبير على أشقائنا السعوديين. أستاذ عبد الله، أرجو أن تبقى معي. مشاهدينا الكرام، ومنذ أن اندلعت أزمة اختفاء جمال خاشقجي دأبت وسائل الإعلام السعودية ومن على شاكلتها دأبت على اتهام شبكة الجزيرة بالتعامل بافتعال أزمة اختفاء خاشقجي، وظلت الجزيرة متهمة في هذه الجريمة من دون دليل حتى قبل القرارات الملكية السعودية بثوان معدودة. وما إن أعلن الديوان الملكي السعودي مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول حتى تجاهلت وسائل الإعلام اتهاماتها السابقة لقطر ولشبكة الجزيرة. دكتور أستاذ عبد الله، كيف تقرأ هذا؟ دعنا نتابع أولا. هذا من المفارقات الغريبة والعجيبة، أن قناة الشريرة القطرية تنقل أخبارها وتفبركها من تركيا. قناة الشريرة القطرية ليست إعلام، هذا كرر مرة أخرى، هي منظمة استخبارية إرهابية. كيف تأتي هذه الأنباء؟ تتحدث قناة الشريرة في قطر بخبر ما، وفي أقل من نصف ساعة أو ساعة وإذا بنفس المحتوى يسأل عنه رئيس دولة. هذا يدل على أن هذا إرهاب، هذا ليس إعلام. ما تدعيه الجزيرة وأخوات جزيرة من أنباء ومن أقاويل ومن يعني حتى أتعبوا تركيا والمسؤولين في تركيا من كثرة النفي. بكل أسف نجحت قناة الجزيرة ونجح الإعلام الغربي الذي يدور في فلك قناة الجزيرة، ولكن كيف نجح في مسألة تزوير البعد المهني لمصداقيتهم، ولكن فشل في مسألة يعني تحقيق قناعات الشعوب. لكن أن الجزيرة قناة الحقيرة 24 ساعة بتبدع في فبركة الموضوع لدرجة إنها تقول لك إيه، ده احنا مسجلين 7 ساعات لتقطيع جمال خاشقجي داخل القنصلية وأربعة شغالين بقى ومحللين 24 ساعة بيروجوا لفكره انه جمال خاشقجي اتقتل جوه القنصليه السعوديه في اسطنبول وانه اتقطع، وجايبين اسماء يقول لك وطبيب الشرعي بتاع السعوديه القطيبي هو اللي عمل كده على الهوا 24 ساعه نقل حي مباشر. يعني
اللي بيحصل حوالين محيط السفارة اهو. كويس، شكرا يا يوسف. اهو مبنى قصيم مباشر، البتاعة دي اللقطة دي من يوم 2 اكتوبر لحد دلوقتي، بيفكرك بالظبط بالخراب والفوضى، خراب والدمار، كما تحدث السيد الرئيس، كما تحدث السيد الرئيس، الخراب والفوضى اللي حصلت بسبب هذه الدويلة وهذا الإعلام المتآمر، المتآمر على العالم العربي. لا، لابد من أليوت آخر كي يكتب عن هذا الخراب، الخراب الآخر. أستاذ عبد الله العدباب، دون سؤال سمعت التعليق لك. حقيقة أثبتت شبكة الجزيرة بمختلف قنواتها وحساباتها في التواصل الاجتماعي أنها شبكة ذات مصداقية، وثبت للجميع بأن دول الحصار والمقاطعة أرادت إخفاء الجريمة، ولكن الضغوط التي شكلتها قناة الجزيرة ومواصلتها العمل بمهنية فضحت كل وسائل إعلام الكذب في إمارة أبوظبي وتوابعها، وأيضا في السعودية بقيادة محمد بن سلمان. شاهد العالم الآن ورأى بأن الجزيرة لم تكن تكذب، وكانت تنقل تصريحات أي مسؤول سعودي يرد عبر وكالات الأنباء أو إذا أرادوا أن يتحدثوا. أنا متأكد أن شبكة الجزيرة جاهزة للاستماع لوجهة نظر أي مسؤول سعودي يريد التعليق على اغتيال الشهيد جمال خاشقجي رحمه الله، و ثبت للجميع بأن شبكة الجزيرة هي عين الحقيقة والرأي والرأي الآخر، ونعلم جميعا بأن الضيوف من دول حصار قطر لا يريدون الظهور على قناة الجزيرة لأن ليس لديهم شيء من الحقيقة يستطيعون به مواجهة أي ضيف آخر يحمل الحقيقة والحقيقة فقط. وقد يخشون الآن المنشار. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الله العذبة، رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية، شكرا على هذه المساهمة وعلى هذا التواصل. دكتور محمد، يعني شبكة الجزيرة متهمة بالكثير من الأفعال، لكن ما تقوله الواشنطن بوست، ما تقوله يعني كبريات الصحف العالمية، هو في سياق الخبر الذي تنقله الجزيرة، هو في سياق التعليق، هو في سياق البحث عن الحقيقة وتقديمها كما هي من مصادر تركية مكانية زمنية حاضرة جهارا نهارا، أليس كذلك؟ أعتقد أن هناك مستويين في النقاش، هناك المستوى الإعلامي وهناك المستوى الأيديولوجي إذا صح التعبير. المستوى الإعلامي وهو ما جسدته الجزيرة وCNN وعدة قنوات دولية تعاملت بحرفية في التنقيب عما يمكن أن يستخرج من معلومات من عين المكان، من مصادر مباشرة، من مصادر في المخابرات، ومن مصادر ممن عايش الحادث. فأعتقد ليست هناك يعني عملية القفزة فوق الوقائع، لكن بعض من يعترضون على هذه التغطية لهم حمولة أيديولوجية في بالهم، وهم كانوا من المفترض أن يكونوا هم مهندسو الخطاب المناوئ، فعندما يفشلون في بلورة سردية مقنعة ماذا يفعلون؟ يصدرون المسؤولية، فهنا تنفتح شهيتهم على الاتهام وعلى، لكن يبقى هذا نوع من الكلام العام الفضفاض. لا يعني إذا أخذنا هذا النقد، إذا حتى لو افترضنا يعني مجازا هذا من قبيل النقد، لو أخذناه على مجرحة الضوابط العلمية في تحليل الخطاب نجد أنه لا يستند إلى أي شيء، عبارة عن مجموعة من الفقاعات الكلامية ترمى في الهواء. لكن والأكثر من هذا أنهم إذا أردت أن تحججهم أو تضرب الحجة بالحجة أعتقد لن تجد من يعني من يضل معك حتى بعد دقيقتين. فباختصار للأسف أن أدلجة الأزمة والتطاول على هذه المؤسسات الإعلامية سواء كانت الجزيرة أو كانت الواشنطن بوست، وإذا نظرت إلى التغريدات يعني بعض الألسن وبعض الأصوات
وتجاوزت اللامعقول، فهذا نوع من التخبط في نظري لا أقل ولا أكثر. وتبقى الحقيقة أكبر من كل التخبطات والتغريدات والأراء، وهذه السرديات التي تبنى خطأ وجزافا، لكن الحقيقة أكبر من ذلك. شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية بجامعة جورج ميسون بواشنطن، شكرا على حضورك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المسائية التي تابعنا فيها أخبار مقتل خاشقجي وردود الأفعال الدولية والأوروبية والعالمية على ما قالته السعودية. شكرا وإلى اللقاء.